وفيها واحد البران اللي هو زوين بزاف. عجبني انا هاد الديزاين مثلا. غادي نجي هنا للداونلود، كنكليك عليه داونلود طن، ها هو التيليشارج عندي، وبلا ما نقعد براسي ونقلب على هاد الديزاين ونحاول ندير بحاله، ها هو الديزاين التيليشارج عندي وبي ان جي من الفوق. هادي تقريبا شي شهرين راه بابل مابقاش كيقبل المغاربه في البلاتفورم ديالو، وفي نفس الوقت امازون دار نفس البلان، وبالتالي بزاف ديال المغاربه كيدخلوا تسجلوا في الكي دي بي او ميرش باي امازون، فهم ما كيتقبلش رقم الهاتف ديالهم اولا الاو تي بي ما كيبغيش يوصلهم في الاس ام اس. وانا تقريبا هادي شي عام درت لكم واحد الكورس مجاني على الام بي اي او ميرش باي امازون، وبسبب هذيك الفيديو بزاف ديال الناس دخلوا لهاد الدومين. لكن هاد الناس كينقسموا لجوج ديال الانواع. عندنا النوع الاول اللي هو ربح بزاف ديال الفلوس من ميرش باي امازون، ولا عنده واحد الباسيف انكم، يعني واحد الدخل قار كيدخلو كل شهر بلا ما يدير حتى شي مجهود كبير. اما النوع الثاني للاسف فهو ربح صفر دولار، وكاين بعض الناس كاع تسد لهم الاكونت ديالو. وبالتالي علاش هاد الشخص كيدخل 4000 درهم كدخل قار، وهاد الشخص ما كيدخل حتى ريال من ميرش باي امازون؟ وانا بلا ما نطول عليكم غادي نعطيكم السبب المباشر ديال هاد الشيء اللي هو ديزاير ديزاين و ترند ديزاينز. ديزاير ديزاينز كيديرهم الناس اللي فشلوا في ميرش باي امازون، يعني واحد الشخص عزيز عليه المانجا فهو كيبقى يدير ديزاينات عندها علاقه بالمانجا، او واحد الشخص عنده غير مع الكره ومتبع التنس والسبور اون جينيرال فهو كيبقى يدير ديزاينات عندها علاقه غير بالسبورت. يقدر يبيع في واحد الفتره زمنيه الا كان كاس العالم او تشامبيونز ليغ، لكن غالبا في العام كامل ما غادي يبيع حتى شي حاجه. اللي خاصك تعرف ان الحاجه اللي كتعجبك انت ماشي ضروري تعجب كاع الناس. انت غتكري واحد ديزاين وغادي دير في تيشورت وغادي تبيع في امريكان او في اليوكي او في اوروب اون جينيرال، دونك هذاك ديزاين غادي خصو يعجب الناس ماشي يكون عاجبك انت، لانه ماشي ضروري الرغبات ديال الناس او الشهوات ديالهم تكون بحالها بحال الرغبات ديالك. وهذا هو الفخ اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس، كيدير الحاجه اللي كتعجبو هو وما كيفكرش في الحاجه اللي كتعجب الناس. وهنا غادي ندوزو للترند ديزاينز، يعني الناس اللي نجحوا في ميرش باي امازون. غالبا هاد الناس كيخدموا باستراتيجيه او لبدي تول او لادوات كتكون عندهم كتساعدهم انهم يعرفوا الابكامين ايفنتس، يعني الاعياد المقبله في امريكان بحال الكريسماس او في الصين او في اي دوله، وبالتالي بناء على هذاك الكالندار اللي كيعطيهم دوك الايفنتس او هذوك الاعياد اللي جايين، فهم كيخدموا ديزاينات قبل منهم بواحد جوج سيمانات او ثلاثه ديال السيمانات. هما اللي كيكون هذاك العيد الوطني او العيد الدولي فهم ديجا كيكونوا حاطين التصاميم ديالهم في ميرش باي امازون، وغالبا غادي يجيبوا لهم مبيعات بزاف، اولا كيكونوا عارفين ترندز اللي كاينين حاليا. وبالتالي بحال بلان دابا ديال باربي الفيلم ديالو داير بوم، الا دخلتوا لميرش باي امازون غادي تلقاو بزاف ديال الناس حاطين هذوك التصاميم. اوكي دابا حنا عرفنا ان الناس اللي ناجحين في ميرش باي امازون فهم كيخدموا بدي استراتيجيه وعندهم دي تول وعندهم ادوات معينه. سفيان شنو هما الاستراتيجيات اللي كيخدموا بهم هاد الناس، وشنو هما هاد لي تول اللي كيسنيفيو بهم على ميرش باي امازون وكيقدروا يجيبوا بهم واحد المبيعات اللي كبيره بزاف؟ غادي نخليكم واحد الاداه مجانيه اللينك ديالها في الديسكريبشن اولا في اول تعليق، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش تخدموا بها. بون باختصار هاد الاداه كتعطيك المنتوجات اللي تباعوا بزاف في ميرش باي امازون، وكتعطيك حتى العنوان والديسكريبشن والتاجز اللي دار مولاهم وشحال حقق تقريبا ديال المبيعات. كذلك يمكن لك تشوف بها البي اس ار او افضل البيعات اللي كاينين في متجر ديال ميرش باي امازون او كي دي بي او ريد بابل او اتسي او سبريد شورت، يعني كتخدم هي مع بزاف ديال المواقع الالكترونيه. يمكن لك تشوف هاد الناس اللي كيحققوا ملايين الدولارات شنو هما الديزاينات اللي كيعتمدوا عليهم. زائد فيها واحد الكالندار كيوريك الايفنتس اللي جايين، يعني الاعياد الوطنيه او الاعياد الدوليه اللي كاينين في اي ماركت او اي دوله في العالم، وبالتالي تقدر تكليكي على داك الايفنتس وتشوف واحد الديزاينات كتقترحهم عليك هي اللي تقدر ديرهم او لا تنقل منهم. وعاد فيها واحد البلان سميتو ديزاينر، هو فابور داير بحالو بحال الفوتوشوب، يمكن لك تخدم فيه الديزاينات ديالك بلا ما تخلص حتى ريال. المهم اللينك ديال هاد الاداه غادي نخلي لكم في الديسكريبشن، وغادي نخلي لكم حدا واحد لين واحد اخر ديال الناس اللي باغيين يشريو حساب ديال ميرش باي امازون. انا بزاف كيتواصلوا معايا كيقولوا يعطينا شي شخص اللي يكون موثوق، المهم لينا بجوج غادي تلقاوهم في الديسكريبشن او لا في اول تعليق. نبداو. المهم الاخوان ما تكليكيو على اللينك اللي خليت لكم في الديسكريبشن، غتحل لكم التول هي هذه، غادي دير كرييت ان اكونت وصافي. هنا غادي يطلعوا لك البرايسين اللي عندهم، عندك هذا اللي فري فابور هو اللي كنخدم به انا، وعندك هذا اللي بريميوم على حسب البادجيت ديالك. الا عندك الفلوس ما عندكش مشكل بغيتي تستثمر في ميرش باي امازون يمكن لك تاخذ هذا، او يمكن لك تاخذ هذا اللي فري. المهم غادي نديرو اي واحد فيهم، غنديرو مثلا ريجيستر، وهنا غادي يعطيوك تدخل الاسم ديالك النسب الايميل والباسورد وصافي، غادي دير نيكست وها انت تسجلتي عادي، يعني بلا ما نوريكم هذه المراحل. انفو غادي دير نيكست، غادي تحل لك الداشبورد على هذا الشكل. وهذه هي التول اللي كيخدموا بها بزاف ديال الناس في ميرش باي امازون، في كي دي بي، في ريد بابل، في بزاف ديال الحوايج. بون غادي نشرح لكم الداشبورد بالزربه شنو هما الامتيازات اللي فيها. اذا عندك اول حاجه البرودكت سيرش، هذا هو اللي كيعطيك الناس حاليا شنو كيكتبوا في هذيك السيرش بار ديال امازون، يعني علاش كيقلبوا حاليا وشنو كيكتبوا الناس. وابتداء من داك الشيء اللي كيكتبوا يمكن لك ديرهم في الكيورد ديالك، يمكن لك ديرهم في الديسكريبشن، وهكا احتمال كبير ان البرودكت ديالك غادي يطلع هو الاول مع البرودويات اللي كاينين في ميرش باي امازون. عندك كذلك البلان
ديال ام بي اي والكي دي بي. هنا يمكن لك تقلب على افضل الباعة اللي كاينين، ترانز ديالهم، افضل براندز اللي كاينين، واللايف ريسيرش يعني تشوف ديال امازون، ديال ميرج باي امازون، وتشوف ديال الكي دي بي. غادي نشرح لكم البلان من بعد. عندك البلان ديال ريد بابل اللي كيخدم في ريد بابل، حتى يمكن له يدير هاد البلانات. كذلك عندك ديال سبريد شيرز، عندك ديال ايتس، عندك بزاف ديال البلانات. هنا عندك تريد مارك، تشوف الحوايج اللي فيهم الكوبي رايت والحوايج اللي ما فيهمش كوبي رايت، بالتالي تجنبهم ما يسدوش لك الاكونت ديالك. عندك هنا الكي وورد، هنا يمكن لك تقلب على الكي ووردز اللي تقدر ديرهم في ديزاين ديالك او في التيشيرت ديالك، باش لونسا اكثر وطلع اكثر. وكذلك عندك هنا اهم حاجه اللي هي الاي اي تولز، هذا كيجيب لك الكوت او لا يجيب لك واحد النيش او لا يعطيك واحد ديسكريبشن، هو كيدير ليها جينيريت بوحدو. يعني انت بلا ما تحتاج انك تكتب العنوان وتكتب الكي ووردز وتكتب ديسكريبشن، الاي اي بوحدو كيدير لك هادشي راسو. وعندك اخر حاجه في هاد التولز هو الديزاينر، الا كليكين عليه بحركه راه داير بحالو بحال الفوتوشوب. انا غادي نحل فوتوشوب بحال هكا. تقريبا عندك نفس لي تول اللي كاين هنا في الفوتوشوب، هما هادو اللي كاينين في هاد ديزاينر. يعني اللي موالف يخدم فوتوشوب راه غادي يجي هاد ديزاينر ساهل، ما فيه حتى شي حاجه اللي صعيبه. وغادي نبداو باول حاجه اللي هي عندك هنا كتبان لك مكتوبه فيها فري، اللي هي برودكت سيرش. هذا قلنا كيقلب لك على حاليا شنو كيكتبوا الناس في السيرش بار ديال امازون، يعني شنو هما الديزاينات اللي كيقلبوا عليهم او التيشيرتات اللي كيقلبوا عليهم. لنفترض اننا كتبنا باك تو سكول، بما ان دابا كاين العطله وقريب الدخول المدرسي، مازال ما كملتش الكتابه، اوتوماتيكمون عطاني الناس شنو كيقلبوا في امازون على التيشيرتات. مثلا عندك هنا باك تو سكول بارتي، عندك باك تو سكول بوحده، عندك باك تو سكول سبلايز ديكوريشن. المهم حنا غادي نزيدو نفلتريو هادشي نخليوه في الماركت بليس ديال الامريكان. هنا يعني كنت كتخدم على اليوكي ولا على الامريكان، تختار اي ماركت بليس. انا كنخدم على ديال الامريكان، خلي في ديال الامريكان. هنا كيعطيوك البروداكت، واش التيشيرت او الهاديز او اي حاجه بغيتي. نخليوها هنا في التيشيرت، الصورت انا نخليها بحال هكا فيتشرد، يعني ما نديرش الثمن من تحت الفوق، غنخلي هذه باش يطلعوا لي احسن حاجه. ونخلي هنا all departments، بلا ما نختار هذه ديال الكي دي بي او ديال الميرش او ديال شي حاجه، نخلي all departments. وهنا الزيب كود ديال الامريكان، الا درنا مثلا ديال بريطانيا راه الزيب كود كيتبدل. هنا يطلعوا لنا الكيوردز اللي كاينين في بريطانيا، لاحظوا شويه مختلفين على ديال الامريكان. حنا نخليو هنا ديال الامريكان، وهذا الزيب كود ضروري تكوبيه عندك، دير له كوبي كولي. انا غادي نوريكم من بعد علاش غادي تحتاجه. هنا باش نزيدو نديرو هذا الشيء يكون فلتر اكثر، الا لاحظتوا كيطلع لنا سبلايز، يعني الادوات والديكوريشن داك الشيء، حنا نديرو مثلا شيرت باش يعطينا غير التيشيرتات اللي كيقلبوا عليهم الناس. بون هادو هما الحوايج اللي كيقلبوا عليهم الناس في امازون. يمكن لك تكوبي هاد الكلمات او هاد الكيوردز هادو، او يمكن لك تبحث عليهم في امازون. اذا هنا كليكين على هاد السيرش غتعطيك واش تبحث عليهم في امازون او في ريد بابل او في سبريد شيرت او في اتسي. يعني كما قلت لكم هاد التول راه كيخدموا به الناس يعني في اي حاجه من غير انه ميرش باي امازون. يعني اي حاجه كنت تخدم فيها راه هاد التول غادي تنفعك. ديروا مثلا اوبن ان ميرش باي امازون، الا ما طلعوش لك هنا بزاف ديال الاختيارات او شي حاجه، غادي تجي لهاد ديليفر تو، وغادي دير كوبي كولي لهذاك الزيب كود اللي كانوا عاطينك. انا ديجا هو درته صافي، وكدير دان، وغادي يطلعوا لك غير داكشي اللي كاين في امريكان. غالبا انت اوتوماتيكمون غيكون طالع لك هنا الزيب كود ديال المغرب او ديال المدينه ديالك في المغرب، غادي يطلعوا لك هنا اما ايرور او ما يبغيش يتحل كاع. دونك دير هاد الزيب كود اللي كيكونوا عاطينك هنايا، هاد 9008 او اللي غيطلع لك انت، وصافي غادي تخدموا لك الديزاينات، وغادي يعطوك الديزاينات اللي حكينين حاليا. دونك هنا كنشوف هادو هما الديزاينات اللي عندهم علاقه بالدخول المدرسي او الرجوع الى المدرسه. كاين بزاف ديال الديزاينات يمكن لك تانسبيرا منهم، وتشوف اي ديزاين يعني بان لك فيه ريفيوز بزاف ولا ما فيش منافسه بزاف وتنقل فحالو. لكن انا غادي نوريكم واحد البلان واحد اخر باش بلا ما تضرب تمارا اكثر. كنجيو هنا البلان ديال الايفنتس، الا كليكينا على الايفنتس كيطلع لك الكالندار والابكامين. اذا هنا كيعطيك الاعياد الوطنيه او الدوليه اللي غادي اللي جايه في هذا الشهر او اللي جايه الشهر الجاي او اي تاريخ بغيتي انت. وكذلك كيعطيهم لك في اي ماركت بليس بغيتي، كما كتشوفوا هنا عندك في الماركت بليس ديال الميريكا ديال فرنسا ديال اي دوله بغيتي. اذا نخليو هنا في ديال الميريكان، نخليوها غير في التيشيرت بوحده بلا ما نديرو ديال كي دي بي. ومن هنا يمكن لك دير سيرش على شي ايفنت معين، حنا غادي نخليوه بحال هكا. وهنا كيعطيوك الايفنتس اللي جايين. عندك هنا اليوم الوطني لمحبي الكتاب، كاين نهار 9 في شهر 8. كيعطيوك هنا بعض الديزاينات اللي كاينين يمكن لك تانسبيرا منهم وتخدم منهم، اللي عندهم علاقه بالكتب او المحبين ديال الكتب. وهنا عاطينك بزاف ديال الايفنتس اللي جايين حاليا في ميريكان. اخر واحد فيهم غيكون في سبتمبر في 08، هذا سبتمبر 06. وكيعطيوك الديزاينات اللي تخدموا العام اللي فات، وانت يمكن لك تشوف ديزاينات اللي تخدموا العام اللي فات وتخدم شي وحدين ديال هذا العام. او يمكن لك تجي هنا الكالندر وتشوف
الايفنتس اللي كاينين حاليا او اللي غيكونوا في هذا الشهر او في هذه السيمانه او في هذا النهار. ديروا مثلا هنا ليست وغيطلعوا لك الايفنتس اللي كاينين حاليا في جولاي 2023. وبالتالي هنا انت ملي غادي تشوف هاد الايفنتس اللي كاينين غادي تحاول تسبقهم بواحد السيمانه او لجوج ديال السيمانات وغادي دير واحد الديزاين باش ملي هكا تحطوه في ميرش باي امازون ويكون داك النهار ديال الايفنتس قبل منه بيومين او ثلاث ايام غالبا الناس كيبغيو يدخلوا الامازون يشريو تيشيرتات ويكونوا عندهم علاقه بداك الايفنت. بحال عندنا الايفنت ديال نيلسون مانديلا انترناشونال دي. العقليه ديال الامريكان ما عندهم واحد العقليه في شكل يعني كيدخلوا للامازون كيشريو تيشيرت يقدر يكون فيها نيلسون مانديلا هز زيتو بحال هكا او دير شي بلان. انت غالبا غادي تكون سبقتي بواحد الاسبوع او اسبوعين وحطيتي هاد الديزاين وغالبا غادي يجيب لك مبيعات اكثر في مارش باي امازون. حسن ما دير واحد الديزاين اللي يكون كيعجبك انت وغالبا ما غاديش يشبع لك لان الذوق ديالك انت غالبا يكون كيختلف على الذوق ديال المراكنه. وصافي هنا خدينا واحد الفكره على الديزاين اللي كاينين او الحاجه اللي غادي نتانسبيرو منها ولا غادي نخدموا عليها. غادي نجيو لهاد التول هادي ديال ام بي اي اند كي دي بي. غادي نجيو للبيست سيلرز يعني افضل الباعه او البي اس ار ديالهم. وهنا يمكن لك تشوف اوتوماتيكمون كيطلع لك الديزاينات اللي دايرين بوم حاليا في امازون. اول ديزاين هو هذا ديال باربي. اصلا فيلم ديال باربي دابا راه داير له واحد الاشهار الكبير بزاف يعني هذا تقريبا باع تقريبا 14000 حبه و796 باعه ب 22 دولار او لا ب 23 دولار وعنده 4.2 في الريفيو ديالو. هذا هو البي اس ار ديالو في اخر 30 يوم عنده 3345. هاد الديزاين غالبا ما غاديش تقدر تنافسو لانه ديجا حقق مبيعات والناس اصلا راه حطوه في فبراير 2022 يعني عاد دابا طلع الطوندونس ديالو. واخر واحد تحط هو في هاد الشهر هذا جون 27 2023، جاب 8782 مبيعة. كما كيبان لكم ديزاين سامبل بزاف مضروباش فيه تمارة ومع ذلك جاب مبيعات. اذا انت مثلا بغيتي تقلب على شي حاجة عندها علاقة بالمشاش مثلا كيعجبوك المشاش نديرو مثلا غادي دير بحال هكا كيتي او لا كات او لا اي حاجة بغيتي. عندك هنا بزاف ديال الحوايج يمكن لك تفلتريهم واش في الماركت بليس ديال الميريكان او لا هنا واش بغيتي كي دي بي او لا ديال ميرش باي امازون. حنا نخليو هادشي كيف ما هو غادي نديرو سيرش وصافي. هنا كيطلعوا لك الديزاينات اللي عندهم علاقه بالمشاش اللي جايبين مبيعات بزاف يعني اكثر وحدين جايبين مبيعات بزاف. يعني هنا يمكن لك تشوف اي ديزاين عجبك وتانسبيرا منه. الا بغيتي هاد الديزاين تشوف عليه معلومات اكثر دير مثلا هاد مور انفو كيتحل في صفحه بوحدو في ميرش دومينيتور وكيعطيك جميع المعلومات كيعطيك العنوان اللي دار هاد الشخص يمكن لك تانسبيرا من العنوان كيفاش دارو يعني عنوان قصير وكيعطيك التريد مارك ديالو كيعطيك الديسكريبشن اللي دار ماركت بليس لاسين ديالو الفوقاش بوبليا. هذا تبوبليا في 2018 يعني غالبا دابا ما يكونش كيتباع بزاف يعني ضرب الضربه ديالو في 2018 وحبس. كتشوف هنا الجراف ديالو او البيسيلر ديالو في اخر شهر يمكن لك تشوفو في اخر 15 يوم يمكن لك تشوفو في اخر 7 ايام تقريبا ماشي شي حاجه الكبيره. الا شفنا اول تايم يعني من فوقاش تحط اول مره كتشوفو في الاول راه كان ملونسي بزاف يعني بلان كان ضارب منه الصرف لكن طن طاح. هذا اللي بالخضر هو الثمن ديالو من نهار حط ليه الثمن بقى حطو بنفس الثمن 19.90 حتى مؤخرا عاد هبط ليه الثمن ل 14 دولار وعاود طلعو عاوتاني ل 19 دولار. الا لاحظتم ملي هبط ليه الثمن هنا كان البيسيلر هابط بزاف ملي هبط ليه الثمن طن هو يطلع البيسيلر هو يرجع ليه الثمن ديالو يعني بنادم كيخدم دماغ واحد شويه. وهنا كيعطيوك مثلا عندك في اخر اخر 15 يوم راه اون فاش بالك الحماريه هذه عرف ان الديزاين راه تستاهل لك وما بقاوش بزاف كيشريوه. الا هبطنا غير واحد شويه لتحت غيطلعوا لك الشورت كيوردز يعني الكيوردز اللي دار هاد الشخص ها هما كيطلعوا لك كاملين هنا يمكن لك تكليكي عليهم هنا غادي تكوباو عندك ها هما تكوباو او لا كيعطيوك الكيوردز الطوال اللي دار او لا الفوكس كيوردز اللي يعني بزاف ديال الناس كليكاو عليهم ولا جابوا ليه بزاف ديال الناس. وانا كيعطيوك سيميلر ديزاينز يعني ديزاينات اللي متشابهين هاد الشيء وكيعطيوك سيم براند يعني هاد البراند هادي او لا الشخص شنو هما الحوايج اللي كيخدم عليهم اكثر. هنا عنده هاد البراند ديال نينجا تشارشرز عنده البراند ديال سبونج بوب عنده البراند ديال المشاش هذا يمكن شي ميكيات ولا شي كارطون ولا شي حاجه. المهم غالبا هذا الشخص كيخدم على الميكيات او لا على الكارطون اون جينيرال. نرجعوا للصفحه ديالنا. هنا عندك جوج ديال الفيوز عندك هذا الجريد فيو وعندك هذا الليست فيو. هذا الليست فيو كتعطيك معلومات هكا باختصار يعني بلا ما تبقى تكليكي على البروداكت وداك الشيء وفيها واحد البراند اللي هو زوين بزاف عجبني انا هذا الديزاين مثلا. غادي نجي هنا للداونلود كنكليك عليه داونلود طن ها هو التيليشارج عندي وبلا ما نبقى نعذب راسي ونقلب على هذا الديزاين ونحاول ندير بحاله ها هو الديزاين التيليشارج عندي وبي
الزيم الفوق، يعني بلا ما تحتاج انك تحيد الخلفيه، يمكن لك تحط الديزاين في الفوتوشوب وتخدم عليه، تبدل له الالوان ولا تبدل له شي حاجه وتلعب به انت كيف ما بغيتي وتعاود تلوحو. بالنسبه للديزاين تيليشارجيت من ميرج باي امازون، انا حطيته هنا في الفوتوشوب باش نبدل له شويه الديزاين، ما يبقاش داكشي كوبي كولي عيقوبيه. اول حاجه بديت كنحيد البلاصه ديال النظاظر وكنلون من موراها، بلاصه اللون البيض درت شويه ديال الكريب باش يجي داكشي مختلف. سي بون، هنا بجيت هاد البلاصه بديت كنقاد البلاصه ديال الفم. الصوره الاصليه ما كانش فيها الفم نهائيا، انا هنا كريت واحد الفم باش يبان داكشي شويه مختلف. دخلت فري بيك باش نهشت التصويره ديال شي مش اونكومبينيها مع هذيك باش في الاخر ما يبقاوش عارفين الديزاين راه مسروق. صافي، هنا غادي نبدا نحيد داكشي اللي ما محتاجش بحال الراس والديل والرجلين، غنستعمل فقط الجسد واليدين. انا كنسيليكسيوني داكشي اللي محتاجه كيف ما كيبان لكم هنا، وصافي. من بعد ما سيليكسيونيتي انا بدلت له الالوان وغادي نحطهم في هذه الصوره الاصليه، وهذه هي النتيجه النهائيه اللي لاحظتوا راه ولات مختلفه بزاف على الصوره الاصليه. صافي، دابا اكسبورتيشها في ميرش باي امازون. هنا اختاريت الالوان اللي غادي يكونوا ديسپونيبل في هذه الصوره ودرت الثمن، ونفس البلان غادي نعاود نكرره مع التيشيرت الثاني اللي كتسمى بريميوم. غادي نختار واش مان ولا ومان. صافي، واختاريت الالوان اللي ديسپونيبل فيها، قال لي غير المعلومات بحال الكي ووردز وداكشي. دخلت ليستين كرييتور وعطاني الكي ووردز اوتوماتيك ديال اي حاجه عندها علاقه بالمشاش. نفس البلان بالنسبه للعنوان، كتبت غير هلو كيتي ودرت جينيريت عطاهم ليا. نفس البلان بالنسبه للديسكريبشن، هو عطاني الاي اي ديسكريبشن بلا ما نتعذب. هزيت هاد الديسكريبشن وحطيتها في واحد سميتو ريفيرسو. هاد ريفيرسو كيبقى يعطينا المرادفات ديال الجمل، لان ميرش باي امازون كديتكتي اي حاجه درتي ليها شات جي بي تي او الاي اي اون جينيرال. انا بدلت هنا كل شيء كيف ما كتلاحظوا. بعد ما بدلت هاد المرادفات، هزيت هذاك الشيء كامل حطيته في ميرش باي امازون، حطيت العنوان وحطيت الديسكريبسيون وكلشي والكي ووردز، وصافي بقى لي غير ندير بابليش الديزاين ديالي. انا هنا درت له بابليش، كنتسنى غير واحد شويه. صافي، ها هو غادي تبيبليا، ها هو دابا في البروسيسين. ملي غادي يدوز وغادي يتلاح، غادي يبان بحال الديزاين القديم اللي كنت وريته لكم في داك الفيديو اللي لحقتو شي عام هادي. وصافا، هو الديزاين ديالنا تلاح في ميرش باي امازون. انا هاد الديزاين لحته وحيدته لان ما بغيتش نخدم به، درت لكم غير تجريبيا باش نشرح لكم الفيديو. هادشي كامل اللي درت في هاد الفوتوشوب، يمكن لك تهبط هنا التولز وغتطلع لك هاد ديزاينر راه فري، يعني نفس البلان اللي درت في الفوتوشوب راه كامل كاين في هاد الديزاينر هذا اللي هو فابور. يمكن لك تخدم به هذاك الديزاين ودير نفس الحاجه اللي درت انا، وهكا يمكن لك تمشي تخدم على راسك ولا تبقى جالس معكاس. وصافا الاخوان والاخوات، هادشي اللي كان في هاد الفيديو هذا. كيف ما قلت لكم اللينك ديال هاد التول غادي نخلي لكم ديسكريبشن لتحت اولا في اول تعليق. وبما ان امازون مابقاش كيقبل المغاربه، غادي نخلي لكم اللينك ديال شي واحد الا بغى يشري حساب ديال ميرش باي امازون. ليانات بيوت غادي تلقاهم في الديسكريبشن اولا في اول تعليق. دمتم سالمين.